السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتهادوا هذا الفيديو. المهم قبل ما نبدا كنبغي نشكر كاع الناس اللي باركوا لبنت خالتي على الكوزينه الجديده. شكرا لكم بزاف، والعقبال كاع الناس اللي يلاه مزوجين، اللي يلاه باغا تصايب الكوزينه ديالها، واللي بغات تعكا شي معلومات على هذا النوع ديال بي في سي. مرحبا، غنخلي لكم الانستغرام ديالي هنا لتحت، تواصلوا معايا هكا نفيدكم. المهم دابا ندوزو شنو غادي نحضروا اليوم. صراحه من اليوم ان شاء الله ما بقيتيش غادي تستغني على القشور ديال القمرون. اجي نحضروا بهم ان شاء الله هاد الوصفه، هاد العطريه اللي غتولي هكا تنفعك في رمضان، هكا تبغي تصيبي بسيطلات ما عندكش الحوت وبغيتي البنه ديال القمرون. انا غادي نحضر معاك اليوم. صراحه بنت خالتي كانت غتصيبو، قلت لها زكاي خلي حتى نجي ندير هكا فيديو، ومنها بزاف الناس يستافدوا منها، علاش لا. المهم هنا اول حاجه لقيتها جابداه من الفريكو، جبدنا كنا بغينا نطحنوه هو الاول، عاد نديرو هكا في المقله يدار، ولكن قلنا غنديروها الطريقه اللي غادي نوريكم ان شاء الله، غنشاركها معكم اليوم احسن، حيت هنا درناه هنايا ما بغاش طحن لينا والو. صافي هي هذيك، غادي نجبدو ان شاء الله هكا لاطا ديال الفران، وغادي نسرحو فيه القشور ديال القمرون في اللاطا، وغادي ندخلوهم الفران. حيت هاد الطريقه صراحه دخلنا قلبنا وداكشي، ولكن لقينا بزاف هكا كيطحنوا وداكشي ما كتجيش زوينه. هاد الطريقه اللي غادي ان شاء الله غنشاركها معكم اليوم، انا متاكده غادي تعجبكم وزوينه، يعني ما فيهاش التمار بزاف. مهم هنا من بعد ما كيف ما شفتوا عييت معاه والو، باش طحن لينا حيت هذا ضروري يكون فيها الماء. ضروري خاصكم تطحنوا في هذيك ديال اللي كنديروا فيها العطريه. المهم هنا من بعد صافي ما دارش لينا، شدينا لاطا سرحنا فيها كالقشور ديال القمرون، وغادي ندخلوها الفران. الفران قبل ما تدخلوا ليه اللاطا حاولوا تشعلوها كقبل باش يسخن لكم شويه مزيان، ومن بعد غادي تدخلوهم تخليه حتى كتشوفي القمرون نشف، يعني ولا كارم. المهم ما يتحرقش ليكم طبيعه الحال. المهم غير داك الماء اللي كتحسي به غتولي تبان لك هذيك القشور بحال نشفوا ولو مقرمين. صافي من بعد غادي تخرجيهم. المهم انا دابا غادي ندخلهم الفران ونخليهم على شحال، المهم باش تعرفوا راه غادي يتبدل اللون. دابا كيبان لكم هنا اورانج، غيبدا يبان لكم بحال بدا كيبيض. صافي من تما كتعرفي انه راه بدا كيتقرمل مزيان. ها انتم هنا شدت لكم واحد اللقطه قبل ما يدار، ها هو دابا شتو كيولي بحال شويه ابيض. صافي من بعد غادي نخرجو وغادي نخليه هكا حتى كيبرد شويه، وغادي ندوزو نطحنو. المهم فاش كطحنو داكشي العطريه ديالكم هي اللي طحنو فيها هي اللي غادي تعاونكم. حنا هنا بعد ما خرجناه من الفران واخا طحناه يعني كتحسي بيه باقي شويه فازوق وما طحنش مزيان، غادي نحاول نطحنو وغادي نوريكم. مهم اي حاجه غادي نشاركها معكم، يعني شي حاجه درناها ما صدقتش راه شاركتها معكم، يعني ما غاديش نجي نكذب عليكم. اي حاجه كتصدق ووريتكم الاخطاء ووريتكم كلشي باش ان شاء الله ملي تصيبوا يعني ما تطيحوش في الاخطاء اللي طحنا فيهم حنا. صافي هنا بعد ما برد غادي ندوز نبدا بشويه بشويه نطحن. المهم عطاو الخاطر، الا عندكم هذيك الكبيره اللي كطحن العطريه راه يمكن تحتاجي غير جوج مرات طحنيه تقسميه هكا على نص، حنا عندنا هذه الصغيره حاولنا نطحنوا بشويه بشويه حتى كملنا. وغادي نوريكم كيفاش حصلت على المهم كيطحن شويه، ولكن غادي نعاود ان شاء الله نطحنوا حيت مازال ملي طحنتو كيبان لك شويه فازك، يعني ما ناشفش بودر، يعني كتحسي به هكا ناشف بزاف. صافي من بعد ما غادي نطحن هادشي كامل ان شاء الله ونرجع معكم باش نوريكم شنو غادي ندير.
صافي. هنا بعد ما ساليت غادي ندوز نشعل البوطه وغادي نبدا هكا نحمض فيه بما نشف من الماء، يعني ما بقاش فيه حس الماء. هو من الافضل ما ديروش يعني كل شيء في دقه حيت غادي يعطلكم باش ينشف لكم من الماء. من الافضل تقسموا، انا حتى حطيناه وشتو غادي يعطلنا، قلنا علاش لي ما نقسموه هكا بشويه بشويه باش دغيا يتحمر لينا. صافي فعلا داكشي اللي غادي نديرو. المهم خليكم معايا انا نوريكم الطريقه. وهنا بعد ما قسمته هكا على ثلاثه درت بشويه بشويه حتى كملت. هانتو كيفاش كيولي يعني كينشف مزيان من بعد ما برد طحناه، ولا على هذا الشكل يعني كيولي بحال الدقيق. صافي غادي نغربلوه بطبيعه الحال باش نحيدو. المهم كيبقاو دوك كيبقى شي حاجه هكا ما طحنتش مزيان كنحيدوها، كناخذو غير داكشي اللي كيكون منيل مزيان بحال هكا كيولي بحال شكل بودر. صافي هكا حصلنا على لهذا القمرون. يعني دابا الا بغيتي ديري فيه وصفه وتعطيك البنه ديال القمرون كتستعملي هذا. المهم هنا خديت معلقه صغيره ديال الملحه، وخدينا هنا معلقه كبيره ديال الميزينا. الا كان عندكم القمرون هكا كثير بزاف ديروا جوج معالق كبار. المهم حنا خدينا معلقه كبيره ديال الميزينا والملحه. بالنسبه للناس يعني هذه تقدروا ديروا فيها ماشي غير المهم حنا درنا هاد الملح والميزينا، يعني هادي اللي خصك ديريها. من بعد تقدري تقسميها هكا على ثلاثه، تقدري مثلا وحده ديري فيها الثومه والزعتر تزيدي هكا على هاد القمرون. تقدري ديري مثلا هذا اللي سيولات، تقدري المهم كيبقى اختياري لكم. وهنا من بعد ما كتسالي وضروري قرعه ديال الزاج تكون معقمه مزيان وما فيهاش قطره ديال الماء. صافي من بعد كتكبي فيها هاد القشور ديال القمرون، وكتبقى عندك هكا فيما كتبغي ديري مثلا هكا شي حاجه دجاج وبغيتي تكون فيه النسمه ديال القمرون، بغيتي ديري مثلا مهم بسطيله، بغيتي ديري لي سوب، اي حاجه وبغيتي بنات القمرون. صافي كتاخدي معلقه صغيره كديريها، وحتى اللي بغيتي تزيدي فيها المهم كيبقى داكشي اختياري ليكم. بغيتي تزيدوا فيها الثومه بودر، بغيتي تزيدوا فيها المهم. الناس اللي مصين على بغاو الشابلوغ راه ما ناسيكمش ان شاء الله، حيت انا مازال عندي في الفريكو داكشي علاش، ولكن كنوعدكم غادي نحضره معاكم باش هكا حتى الثومه توجدوا حتى هو ان شاء الله هكا رمضان. وغادي نشارك معاكم حتى الثومه والبصله. ودابا بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد. وما تنساوش الناس اللي مازال ما تابوناتش عندي، مرحبا بكم، ما تنساوش ديروا ابوني ولايك والكومونتير زوين اللي يشجعني. ودابا بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم.